هانتوما البنات الحريرة ما شاء الله كلها تشربات ما شاء الله الصحة والراحة. الحريرة كتجي فيها واحد اللذة زوينة بزاف. المهم طريقة سهلة باش كتحضرها ولكن كتجي لذيذة. السلام عليكم البنات، مرحبا بمشاهدين المتتبعين قناة لولو يامي. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم البنات جات عندنا دادا وضروري انا طلبتها باش تحضر لنا الحريره ديال الزمان اللي كتجي لذيذه بزاف. بقاو معايا باش تشوفوا الطريقه باش كتحضر الحريره لذيذه لذيذه بزاف. ديما كتعجبني الحريره ديال دادا، اليوم جات عندنا وقلت لها ضروري ديري لنا الحريره. يلا ها نتوما معنا باش تشوفوا الطريقه ديال الحريره. يلا ها دادا بسم الله. المهم الحمص كتزيد الكرافس ورق الزبور ومعدنوس. دابا كنديروا اللحم والعظام ديال اللحم. دابا كدير العدس، غدير العدس اللي مرقد في الماء. ضروري كترقد، قالت لكم غترقدوا العدس واحد يعني 4 ديال الساعات في الماء باش كيرطب. هذه هي الطريقه باش كدير الحريره. يلا سكتي يا ريتاج، نعرفوا دادا اشنو دارت لينا في الحريره. على صافي سكتي يا ريتاج. ويا بنيتي درت لك هنايا، درت الحم واحد الزفه كبيره ديال الحمص اللي نقيتو ودرتو كد في الزقان، واحد نص زلافه ديال العدس، واحد زلافه ديال اللحم قطعته، وشعبايمات بنيتي، وانا كندير فيها واحد جوج قطع ديال الكرافس، ما شاء الله، واحد القبيطه ديال قولي 4 معالق ديال القزبر ومعدنوس بنيتي، واحد جوج بصلات. اما كانت عندك خضاريه ولا مدوره اللي كان بنيتي، ما شاء الله. كندير التوابل، كندير معلقه ديال الخرقوم البلدي، معقه ديال السكر. المهم حتى نوصلوا التوابل غادي نشوفوها. المهم البنات درتي ادادا اشنو درتي؟ الخرقوم البلدي ندير الرقامه بيدياتي، درت واحد الكميشه ديال الخرقوم البلدي وشويه ديال البزار، ما شاء الله، شويه ديال السكر الكبير. انا ما كنديش بنيتي المعلقه، ما كندير والو، كندير نيشان، ما شاء الله. الحريره كتجي بديده بزاف البنات، والله الحريره ديال ادادا كتعجبني بزاف. درتي الخرقوم البلدي والبزار، البصله كتقطعها رقيقه، والحم والسمن البلدي ضروري بنيتي، السمن الحار ضروري، السمن الحار ما كاينش ما كاين حيلة لا والو بنيتي. هاتي جبد جبد سكي كبير فين نديرو مليحة؟ مليحة ريتاج سكتي عفاك، مليحة بنيتي مليحة، ملحة وسكي كبير، زنجبيل والسمن الحار. هانتوما البنات دابا دادا دارت مطيشه، واحد نص كيلو ديال المطيشه ياك دادا اللي درتي. المهم ملي كدير مطيشه كدير الماء ومطيشه، كدير كلشي، وبصله كتبان لكم بحال هكا. غادي تخلي الحريره طيب، نطلقوا باش تشوفوا الشكل النهائي ديال الحريره ديالنا، كتجي لذيذه وزوينه بزاف. هانتوما البنات دابا دادا درتي السمن، درتي السمن دابا ياك، دابا دارت السمن، الحريره دارتها. المهم ما قلاتها ما شحرتها بحال اللي كندير انا، بحال اللي كنديرو حنا. هذه حريره الزمان ولكن راه كتجي لذيذه وكتجي زوينه بزاف. ها نتوما الحريره ما شاء الله، غير جات عندنا وانا نقول لها ديري لينا الحريره ديال الزمان. نشوف دابا دادا غترمي الشعريه، ديري الشعريه تبارك الله ما شاء الله. اليوم نشربوا الحريره ديال دادا نحركو مزيان بنيتي، نحركو مزيان باش الشعريه ما تلصقش في القاع ديال الجميله ديال الدجا. ها انتم البنات دابا كندوروا الحريره. الطريقه باش كدور دادا الحريره، كدير الدقيق ما شاء الله، كدور الحريره بالدقيق. درتي فيه شحال ديال الدقيق؟ ولكن راه الحريره كثيره، كلشي باغي الحريره ديال دادا. زلافه ديال الدقيق، زلافه ديال الدقيق، حاجه زلافه تاع الموك وخلطو مزيان. لا 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 هي هذيك الحريره جات، هي هذيك. المهم المشاهدين لولو يامي، الى عجبتكم الحريره ديال دادا ما تنساونيش باللايكات وشكرا. وشكرا المشاهدين اللي كيصيفطوا التعليقات زوينه لولو يامي. نتمنى لكم التوفيق والنجاح ان شاء الله. مع السلامه الى الجديد المقبل ان شاء الله، نلقاكم على خير.